الرياضة موهبة وفن وذوق وأخلاق، والرياضي المبتدئ يبني نفسه بنفسه معتمدا على حبه وولعه بنوع الرياضة التي يختارها. وهناك من يتأثر بالمحيط الذي يعيشه، سواء العائلة أو المنطقة أو المدرسة. وفي العراق الرعاية للرياضيين الناشئين قليلة، ولا توجد مدارس رياضية متخصصة تهتم بالرياضيين الموهوبين كما هو موجود في العالم المتطور. وضيفنا اليوم هو المدرب ورئيس أكاديمية عنكاوة لكرة القدم الكابتن مكسيم عيسى كندو، الساكن في ناحية عنكاوة في محافظة أربيل. أهلا وسهلا بالكابتن مكسيم عيسى كندو في برنامج كشيرم أثري، الذي يتضمن مواهب وهوايات وخبرة طويلة في مجالات مختلفة. مرحبا أستاذ مكسيم. مرحبا، اهلا وسهلا. انا فرحان كلش اليوم بلقائي بكم، واتمنى ان تتواصلون مع كل اخواننا المسيحيين في كافه انحاء العالم. شكرا. ونحن سعداء ايضا ولنا الشرف ان نلتقي بحضرتك للمره الاولى في الراديو الكلداني في برنامج كشيرم أثري. شكرا جزيلا، انا حاضر كل ما تطلبون انا ارد عليه. شكرا لحضرتك. باختصار استاذ مكسيم، كيف هي الاوضاع حاليا في عنكاوة صوره عامه؟ طبعا بصوره عامه الاوضاع زينه في عنكاوة، لكن الوضع الحالي هسه بسبب مرض الكورونا شويه الاوضاع متوتره عند الناس، والناس خايفه وناس تمشي وحذر وهاي، فأكو شوية خوف من هذا المرض. وإلا عنكاوة دائما بخير وسلام وأمان. نتمنى دائما تكونون بخير. شكرا جزيلا. نرجع لحياتك أستاذ مكسيم، طبعا في مجال الرياضة. كيف كانت بدايات الكابتن مكسيم؟ طبعا بدايتي أنا حالي حال كل أطفال العراق، انه بدينا بالازقه والمحلات، وبعدين انتقلت الى الفرق الشعبيه، ومنها تحولت الى منتخب شباب اربيل، وشاركت في عده بطولات من ضمن بطوله منطقه الشماليه وبطوله اقليم كردستان والى اخره، اكثر من بطوله. بعدين تحولت الى خط الاول لمنتخب اربيل، وحصلت على كاس العراق بسنه 84 مع منتخب اربيل، وشاركت في عده انديه منها نادي أكاد ونادي الموصل ونادي ديوانية. بحكم انتقالي من الواقع الدراسي وتعييني بالدولة، شاركت في كل منطقة أنا رحت عليها، بخصوص أنه مجالي العملي أو الدراسي أنا انضميت إلى النادي اللي أنا كنت موجود بالمحافظة المعينة. نعم. فبدايتي كانت مع نادي أربيل، بعدين انتقلت دراستي إلى محافظة الموصل، شاركت لي موسمين مع نادي الموصل، وبعدها انتقلت إلى محافظة الديوانية، شاركت مع نادي الديوانية أيضا موسمين، وبعدها رجعت أخيرا إلى نادي أربيل من جديد، وبعدين عدت إلى بعد أن تم افتتاح في سنة 1992 نادي أكاد عنكاوة الرياضي، انضميت إلى نادي أكاد عنكاوة، ولي عدة ألقاب مع النادي، وخاصة أول بطولة في إقليم كردستان إنه نادي أكاد فاز بها بطولة الإقليم، وعندي بطولة أخرى مع نادي أكاد عندما شاركنا بالدور العراقي للدرجة الثالثة ولأول موسم، ونحن فزنا بالمركز الأول وتأهلنا إلى الدرجة الثانية بالعراق. ما شاء الله، مسيرة طويلة طبعا وخبرة طويلة في مجال الرياضة. خلال هاي المسيرة الطويلة أستاذ مكسيم، هل تلقيت تدريب من قبل مختصين رياضيين، أو دخلت مثلا مدارس رياضية؟ طبعا أكيد أنا بعد ما أنه انتهيت من اللعب يعني خاصة العمر من يأخذ الإنسان إلى عمر معين، بعدها ينتقل إلى صفة التدريب، يأخذ صفة التدريب كمدرب. وأنا حامل عدة شهادات أوروبية وآسيوية، وعندي شهادة الأول على إقليم كردستان من نادي ريال مدريد، عندي دبلوم عالي من ريال مدريد الأول على الإقليم، وعندي شهادة آسيوية أيضا، وعندي شهادتين أوروبية، وعندي محلية هنا من داخل العراق عدة شهادات أخرى. وشاركت أول مرة بالأكاديميات عندما تم فتح أكاديمية برازيلية في أربيل هنا، أنا كنت المدرب المشرف. نعم. المدرب والمدرب المشرف على مدربين الأكاديمية البرازيلية،
لمدة 4 مواسم. بعدها تم أنه توسيع الفكرة وقلنا خلي نفتح في أكاديمية خاصة بعينكاوا، وتأسست أنا أكاديمية عينكاوا لكرة القدم، ومنذ حينها أنا المسؤول الأول بالأكاديمية، وشاركت على مستوى أندية عدد فرق لتدريبهم، منظمهم نادي أكاد عينكاوا الرياضي ونادي بروسك، وعدد أندية تلقيت منهم عروض، ولم بصراحة لم يعني أنطيهم وعد بالانضمام إليهم لسبب أسباب خاصة أو ظروف خاصة أنا ما قدرت في حينها أن ألتحق معهم. إذن خبرة حضرتك اكتسبتها من مدربين ذو خبرة طويلة طبعا في مجال الرياضة. فبداية ذكرت حضرتك الفرق اللي شاركت بها، بس يا ريت تذكرها بشكل مفصل أكثر، بطولات أو العفو بالفرق اللي لعبت حضرتك بها. نعم طبعا أول بطولة أنا شاركت بها كانت بالفريق الشباب، شباب نادي أربيل الرياضي. حصلنا على بطولة منطقة الشمالية اللي كانت تضمن 5 محافظات، أربيل، سليمانية، الدهوق، موصل، كركوك، وحصلنا على بطولة الأول أيضا على أقليم كردستان اللي هي بس منطقة الشمالية كانت تعتبر سليمانية، دهوق، أربيل. وبعدها انتقلت إلى خط الأول لنادي أربيل، ففي سنة 83-84 أنا حصلت على المركز الأول بالنادي على بطولة العراق بفوزنا بالمباراة النهائية على نادي الموصل، وجرت المباراة في ملعب ديالى الدولي، في حينها كان أكو بطولة كأس العراق اللي هي إحنا كنا مترشحين للعبة النهائية مع نادي الموصل، وفزنا إحنا بالنهائي وحصلنا على المركز الأول. ونتائج على مستوى نادي أكاد عينكاوا الرياضي هاي بعد 92 أو 93 إحنا أول افتتاح لنا شاركنا في بطولة إقليم كردستان وحصلنا على المركز الأول، وهي كانت أول بطولة في إقليم. وأيضا شاركت في الدور العراقي بالدرجة الثالثة مع إقليم مع نادي أكاد، أيضا حصلنا على المركز الأول على مجموعتنا وتأهلنا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالعراق. فإذا هاي كانت مشاركات حضرتك داخل العراق فقط؟ عندي مشاركات بس ليست دولية خارج القطر، مشاركات خاصة بالفرق المسيحية كانت تجري كل سنة في إيران. نعم. عندي 3 مشاركات وثلاثتهم أنا جايب بها مراكز ممتازة من عدة، حوالي كانوا هناك 16 فريق في إيران ل3 سنوات متتالية. أول سنة حصلنا على المركز الثاني، وبعدها حصلنا على المركز الأول، وفي السنة الثالثة حصلنا على المركز الثالث لسوء الظروف، يعني كان التنقل شوية صعب وما قدرنا نأخذ كل اللاعبين بخصوص أعمالهم، فأخذنا الفريق فقط للمشاركة وحصلنا على المركز الثالث. نعم، إذن خبرة حضرتك بالتدريب كم سنة تضمن تقريبا؟ تقريبا من 2002 أنا يعني بديت بداياتي بمركز شباب عينكاوا بتدريب فرق كرة قدم لعينكاوا، وأنا من 2002 ولحد الآن مستمر مع مركز شباب عينكاوا. ومثل ما أنا قلت ليش أنا مستلم عدة فرق للتدريب، مو بس مركز شباب، من ضمنها قلت ليش أنه نادي بروسك أنا دربت بيه، نادي أكاد دربت بيه، وأجتني عروض أخرى بس ما قبلت بها لظروف خاصة بصراحة من عدة أندية من داخل إقليم كردستان. نعم، ما هو التغيير الذي حصل من 2002 لحد يومنا هذا بشخصيتك أو بالنادي طبعا؟ هل هناك تغييرات حصلت إذا كانت إيجابية أو سلبية؟ أكيد من كل النواحي أكو تغيرات. التغير الأول أنه أنا اكتسبت خبرة كلش بالتدريب، وأخذت شهادات هواية بهاي الفترة، وقدرت أن أضيف إلى معلوماتي معلومات أكثر. ولو إحنا نقول أنه كرة القدم بحر كلش كبير، ما حد يقدر يعني يملي هذا البحر، لكن الحمد لله والشكر أنه أنا اكتسبت خبرات كلش طويلة وكلش مهمة في تاريخي الرياضي، وقدرت أن أفيد منطقتي عينكاوا لعدة سنوات قمت بتربية أجيال وأجيال وأجيال، ولحد الآن اللي أنا دربتهم يعني منهم لحد الآن أكون مشاركين في المنتخبات العراقية،
الأولمبية، منتخبات الشباب، أندية تقليد كردستان، يعني من قيمة يطلع لاعب يشارك في مستويات عالية بالأندية العراقية. نعم، بالنسبة لأولاد حضرتك الله يخليهم، اكتسبوا هاي الموهبة أو الهواية من الوالد أو الخبرة؟ أكيد أن من هم وصغار كانوا يجون معي للتدريب. ابني الكبير اسمه يونان، العام الماضي اجى منتخب شباب من اجل اختيار لاعبين للمنتخب، وتم اختياري لمنتخب شباب، لكن لسوء ظروف وكوني في الصف السادس العلمي مشمول بالوزارة والبكالوريا ما قدر ينضم على مود الدراسه مالته. وعبني ابني الثاني يوهان لاعب موهوب بكره السله، والصغير ادريان العام الماضي شارك ببطولتين، بطوله على اقليم على مستوى محافظه اربيل للاكاديميات، ما شاء الله حصلنا على المركز الاول وحصلنا على المركز الثالث على مستوى اقليم في مدينه حلبجه. ما شاء الله. استاذ مكسيم، كيف تجهزون اللاعبين اذا خاصه اذا كان عندهم مثلا بطوله او نهائي، كيف تجهزوهم نفسيا؟ وما هي النصائح اللي توجهها حضرتك للاعبين؟ قبل كل شيء احنا نبدا بالنفسيه مال اللاعب، نهيئه نفسيا، بعدين بدنيا، بعدين فنيا. بالبدايه لازم يكون اللاعب نفسيا متهيئ، ياخذ كل شيء من المدرب، من اللاعبين، من الاصدقاء، من الاداره، فنيه، امور فنيه، امور اداريه. من تهيئ نفسيا بعدين نبدي الشغل البدني، العمل البدني لازم يكون جاهز بدنيا، بعدين التكتيك والتكنيك عن مسائل فنية خاصة بالمدرب. هاي المرحلة الأخيرة. لكن احنا طبعا كون انه كأكاديمية بالبداية، النصائح والإرشادات تكون مو بس نفسية، وإنما حول إطاعة بالبيت للوالدين، للمدرسة، بالشارع. يعني نصائح تشمل حياة عامة للطفل بصورة عامة، شلون يتعاون ويا أهله، شلون يتعاون ويا أستاذه، شلون يتعاون ويا طلاب، شلون يتعاون ويا أصدقاء الشارع. على كل مهارة ننطي نصيحة. مثلا احنا خلينا نقول باس. الباس شنو معناته؟ انه تتعاون ويا صديقك من أجل أن تسجل هدف. فنجيب لك فد مثل بالبيت. إذا أنت ما تتعاون ويا أهلك ما راح تنجح بحياتك. صحيح. فالهدف هو النجاح. أنت من سجل هدف يعني أنت نجحت. فاذا انت من تتعاون ويا اهلك، تتعاون ويا اخوانك، تتعاون ويا اصدقائك، تتعاون ويا استاذك بالمدرسه، انت نجحت. الهدف هو النجاح. نعلم انه على كل مهاره نعطي نصيحه معه. صحيح. فاذا جدا جميله هاي النصائح، ان يكون اللاعبين متعاونين بين فريق حضرتك واللاعبين المنافسين لهم طبعا، او الفريق المنافس لهم اثناء اللعبه او اثناء البطوله، انه لا يتعصبون او لا يعني الواحد مثلا يضوج من الثاني، فلازم يكون تعاون باللعبه، بالنهايه هي لعبه للتسليه، صحيح؟ اكيد، لانه احنا نقول لهم اول كلمه نقول انه هذا الفريق ضيف، فمن يكون عندنا ضيف لازم نقبل من عنده كل شيء. نعم. ثانيا المهمه اللي اهم من انه هو ضيف هي الرياضه، التعارف. صحيح. لربما انهم يلتقون اليوم بالملعب أو بعد 10 سنوات يلتقون بالجامعة. نعم. راح يقول هذا صديقي من الرياضة. فاحنا نعلم أنه يكسب أصدقاء عن طريق الرياضة. صحيح، أن يتقبل الآخر إذا كانت بالخسارة أو بالربح طبعا، بالفوز. نعم. أكيد النتيجة مو مهمة، لكن احنا نعلمهم أنه هم يهتمون بناحيتين، أولا كسب أصدقاء، ثانيا كسب ود الفريق والتعارف، المحبة. يعني هذا المبادئ اللي احنا نعتمد عليها في حياتنا الرياضية. نعم. أوضاع فيروس كورونا التي خيمت طبعا على العالم أجمع، وتقريبا توقفت الحياة في زمن معين، طبعا قبل شهر أو شهرين كانت الأوضاع أسوأ. ماذا حصل بالنشاطات، نشاطات الأكاديمية أو النادي؟ أكيد من بداية حصول هذا المرض أو انتشاره في المحافظات العراقية وخاصة في إقليم كردستان، حوالي من يوم 10/3 كل شيء متوقف في إقليم كردستان، وخاصة الملاعب الرياضية اللي كون عدم حصول تجمعات أو التقرب من بعض البعض من غرض عدم انتقال هذه الأمراض. نعم. ووصول نتيجة سيئة. بصراحة المحافظة على
سلامة البشر أهم من الرياضة، لأنه الرياضة ما تخلص بس السلامة مهمة وضرورية جدا للأناس. نعم أستاذ مكسيم، وضح لنا أكثر، حضرتك رئيس أكاديمية عنكاوا لكرة القدم، نحب نعرف ما هي هذه الأكاديمية؟ أكاديمية تشمل أنه فئات عمرية، تدريب مهارات، تعلم مهارات أساسية لكرة القدم بالإضافة إلى بعض النصائح. فإحنا نأخذ الطفل من عمره 7 سنوات، هي طبعا مقسمة دوليا من 7 إلى 9 سنوات فئة، ومن 10 إلى 13 سنة فئة، ومن 14 إلى 16 فئة أخرى، ومن 16 إلى 18 فئة. هاي بعد ما يكمل 18 راح يبقى هو فري، حر ينتقل إلى الأندية اللي بداخل المحافظة أو بداخل العراق. نعم. فإحنا نبدي معه من عمر 7. طبعا العمر هذا العمر من الطفل يحتاج إلى نصائح كلش، إرشادات كلش، نعلمه كيف يحب صديقه، كيف يحب بلده، كيف يحب مهارته، كيف يحب كرة القدم، نعلمه أنه يحب كل شيء بالحياة لا يكره. نعم. نعلمه أنه هو يتقبل الخسارة أو يتقبل نعم يتعد. أكيد كل شيء لازم يتقبل، يتقبل أنه هو لربما واحد ينتقده بالرياضة، هو صغير لازم يتقبل النقد، حتى إذا كبر هذا يعني ينقل وياه ليس لإزعاج المستقبل، لأن النقد حر. جميل جدا أستاذ مكسيم. إذا حضرتك تهتم بفئات عمرية مختلفة، هل هي تقتصر فقط على الذكور أم هناك إناث أيضا من كلا الجنسين؟ هي الرياضة العامة بصورة عامة لكلا الجنسين، وأنا كنت فترة من فترات عندي فريق مع النسوي، هم كان لكرة قدم نساء أكاد، لكن بصورة عامة هنا العنصر النسوي قليل يشارك بهذه الرياضة، كونه هنا يقولون أنه مختصة بالبنين، لكن كان عندي أنا بالأكاديمية البرازيلية كانت مختلطة، يعني أنا كان عندي فريق يعني ذكور وإناث كانوا مشترك، وأنا رحت لإسبانيا لقيت بنيادي ريال مدريد نفس الشيء موجود، عدد الإناث والذكور تقريبا متكافئ، لكن كان احنا نقسم نخلي بكل فريق 2 أو 3، وذلك لكون هم ليس بالبنية البدنية اللي هي اللي نفس الذكور، فكنا نساعدهم احنا أكثر بالتدريب، كنا نعطيهم كرات أكثر لأنهم لا يملكون القوة اللي يمتلكها الذكر. نعم. فإذا أستاذ مكسيم، هل يمكن اعتبار أكاديمية عنكاوا اليوم أو بالمستقبل هي نموذج من مدرسة عمو بابا الكروية؟ الله يرحمه. الله يرحمه عمو بابا، صعبة واحد يوصل لمستوى أكاديمية عمو بابا من عدة نواحي، لأنه أولا أكاديمية عمو بابا كان متوفر فيها كل المسائل، البنية التحتية الأساسية، الملاعب، أدوات الرياضة، المدربين، الأكفاء، العمال، الكرات، يعني كان كل شيء عندهم متوفر. إحنا هنا ما عندنا هيك إمكانيات صراحة، إحنا عندنا ملعب واحد وهذا كل الفرق تدرب به، وهاي مشكلة إنه بنية تحتية لازم يكون عندك عدد ملاعب من أجل أن تخصص ملعب للتدريب، مخصص لعب الملعب للعب والديات الدوريات يعني وإلى آخره، البنية التحتية أساس كل شيء في الرياضة، إذا ما عندك بنية تحتية قوية ما تقدر تشتغل شغل مضبوط. نعم، إذا شكرا للعاملين بالكنترول بتوضيح الصور اللي بعثتها حضرتك للراديو، تعرض حاليا على فيسبوك راديو الكدني أثناء الحلقة طبعا، فشكرا جزيلا. أستاذ مكسيم، هل الأكاديمية لها دعم مادي من قبل حكومة إقليم كردستان؟ بصورة عامة أكو دعم، بس دعم كلش طفيف بحنه ما يسد حاجة الأكاديمية، لكن إحنا بعلاقاتنا مع الخيرين أو الطيبين من أهالي عنكاوا نمشي هاي الأمور بصورة طبيعية. نعم، فإذا كيف تجهزون اللاعبين كدريسات أو كنقل إذا عندهم بطولة مثلا بغير أماكن؟ احنا المشكلة الكبيرة اللي تواجهنا بصراحة هي النقل،
كون انه بنايه الاكاديميه بعيده عن المدينه. نعم. وقسم من الاباء ليست لهم ذلك الوقت اللي يكفي للاب ان ينقل ابنه من البيت للاكاديميه وارجعي للبيت ايضا. فهذا يسوينا فد اشكال مع الاهالي بصراحه، كون انه ماكو هذا الوقت، الشركات، الشغل. صحيح. يعني اكو امور انه ما يقدر الاب يساعد ابنه بانه يجيبه ويودي النقل، كون المنطقه اللي احنا نعيش بها منطقه نقدر نقول انه مو مثل مدينه شبيره، بحيث انه اكو بها خط ينقل من ملعب للبيت او بيت، لانه ماكو منطقه تقريبا مهجوره البنايه اللي احنا نسكن بها كاكاديميه. نعم. لكن بصوره عامه نقدر نقول يعني احنا عندنا سياره خاصه مال مركز شباب عينكاوا، عند الحاجه نقدر ننقل بها اللاعبين لاجراء التدريبات او البطولات. على سبيل المثال العام الماضي جرت عندنا في عينكاوا بطوله مال مراكز شباب اربيل، انه احنا حصلنا عليها على المركز الثالث، كنا احنا بسياراتنا الشخصيه او السياره العائده للدائره ننقل بها اللاعبين، ناخذهم ونرجعهم الى بيوتهم. وإذا كانت في محافظات أخرى كيف يتم نقل اللاعبين؟ إذا في محافظات أخرى على أكثر تكون البطولة تجمع، يعني الحكومة تتبنى بالنقل والفنادق والأكل والشرب، ويكون تجمع مثلا ماكو ذياب وإياب. احنا نروح هناك نبقى بالفندق مثلا أسبوع زمان، نلعب لعبتين ثلاثة أو إلى أن نوصل نهائي، من يخسر لعبتين يرجع للبيت الفريق الخاسر، واللي يفوز يكمل النهائيات. نعم. استاذ مكسيم، هل لديك مساعدين مثلا تستطيع ان تستعين او تعتمد عليهم مثلا في اوقات حضرتك ما تقدر تحضر او في اوقات ما؟ حوالي 5 إلى 6 مدربين عاملين شهادات آسيوية وكانوا لاعبين بالمنتخبات ومشاركين بالأندية العراقية، دوري العراقي والأندية العراقية، وهم كلهم يساعدوني. احنا نعمل كإدارة كل احنا كإخوان ما نفرق بين فلان وفلان، وكل احنا نقول انه كيف نخدم مدينتنا. نعم. احدى الصعوبات اللي تواجهها هي مادية، هل هناك صعوبات اخرى تواجهونها؟ النقل فقط. النقل من البيت للملعب، من الملعب للبيت، هاي مشكلة أخرى. لو كان هاي الفرصة إنه يعني يساعدونا بها الدولة أو الخيرين يوفرون باصات لنقل اللاعبين، إحنا نقدر نجهز عنكاوة بعدة لاعبين لكرة القدم ممكن أن يعني يشاركوا على أعلى مستويات بالخطر. نعم. جدول التدريب بالنسبة للفئات العمرية، طبعا إذا كانوا صغار جدا أو صغار جدا أو المتوسطة أو الكبار، تختلف الجداول تدريب بين الفئات؟ أكيد طبعا. الأطفال لحد عمر 13 سنة 3 أيام بالأسبوع. الوقت يومين، الوقت يوميا ساعة ونص، 3 أيام بالأسبوع. نعم. هل 3 أيام نخصصها مثلا يومين تمارين وتدريبات فنية ونصائح وإرشادات، اليوم الثالث بس جيم، بس نعم. جيم إحماء فريقين يحمون، بعدين مباشرة يلعبون جيم كرة قدم. نعم. أستاذ مكسيم كخبرة طويلة. نعم عفوا تفضل. الأكبر منهم مثلا 16 18 فما فوق نعطيهم بالأسبوع 4 أيام. إذن كيف يتم اختيار الطالب أو اللاعب عفوا؟ عن طريق الاختبار. احنا عندنا اختبارات، مثلا يأتي الطفل لكي يشارك، فاحنا نعزل الموهوبين اللاعبين عن اللي يجون مثلا كهواية. أكو يجي كهواية يريد يلعب رياضة، مثلا أبو أمه بالبيت يجيبون يقول نريد ابننا يلعب رياضه. صحيح. هذول نعزلهم عن الفريق اللي يريد جاي يلعب رياضه من اجل كره قدم. يعني اكو هواة واكو رياضيين. نعم. فاذا هل تشاهد حضرتك علامات على هذا الطفل اذا كان له رغبه انه يشارك او يكون فقط متفرج؟
لا أكيد إحنا نهتم بالقسمين. نعم. اللي يأتي إنه نشوف إنه إحنا هذا موهوب أو عنده إمكانيات، إحنا نعمل فريق لذوي الإمكانيات. نعم. تدريبه ممكن مختلف عن اللي يجي هاوي. الهاوي يجي يلعب رياضة من أجل الرياضة، ليس من أجل إنه يكون لاعب للمستقبل. التصرف مع هذا يختلف عن التصرف الرياضي مع الفريق الموهوب. صحيح. الموهوب تهتم فنيا، تكتيكيا، تكنيك، بدني، ذهني. اللي جاي يلعب رياضة نعطيه ذوق ووهس، نخليه انه يكون يطلع من عندنا يكون فرحان، يروح للبيت يقول انا كلش فرحت اليوم، انا لعبت، انا سويت جول، انا كذا، انا كذا. من يروح للبيت يكون مرتاح نفسيا. نعم. هذا هاوي. نعم. والبقية لا، يعني تمارين. نعم. يعني تدريب تدريب يكون. صحيح. ايهما اسهل، تدريب الفئة العمرية طبعا الناشئ، خلينا نقول الصغار او الكبار؟ طبعا الكبار اسهل، لانه الكبار هم يعني جايين عن سلسلة الفئات العمرية، اكو عندهم ماخذين خبرة بالتدريب، يعرفون كل التمارين. اللي جاي صغير خامة لازم تتعب نفسك اكثر، يعني يحتاج تعب اكثر. فإذا فئة الشباب أسهل، ذو خبرة طويلة على مود أنه يقدر يتعامل ويا الطفل. أكو طفل ما يتقبل بعض التمارين، ما يتقبل بعض هالشيء، أو نفسيته شوي هو تعبان وعصبي وكذا، لازم أنت تكون ويا وتهدي وتخلي أنه يسمع كلام شوي شوي إلى أن يصير حالة حال البقية. صحيح. فإذا فئة الشباب أسهل أستاذ، صح؟ أكيد طبعا فئة الشباب أسهل. نعم. كلما كبر اللاعب أسهل تدريبي. صحيح. هل هناك تعاون من أهالي الطلبة أو من أهالي اللاعبين ويا النادي؟ شيء أكيد، أنه أنا أحس أنه كل الآباء والأمهات اللي يجون على الملعب عندنا هم يردون يدعمون بأي شكل من أشكال الفريق أو المدرب، ودائما أنا علاقاتي كلش طيبة مع أهالي كل الفرق اللي إحنا ندربها، وخاصة أهالي عنكاوة، كود أنه أنا معروف كشخصية رياضية في عنكاوة، والناس يعرفون كإحنا عائلة أو كشخص، دائما تعاملي يكون وياهم كل سلس، وأحبهم كلهم صراحة. يعني نعم. اللي يجي يمي دائما يكون فرحان من يطلع على البيت. نعم. فعلى ضوء حديثك أستاذ مكسيم، من وجهة نظر حضرتك طبعا، هل الرياضة في إقليم كردستان لها اهتمام خاص من حكومة إقليم؟ بصراحة أكو اهتمام، بس مو ذلك الاهتمام اللي إحنا نقدر نقول به نقدر نوفر فرق رياضية ونشارك بها على مستويات. لا لا، يعني أنا في نظرتي الخاصة أنه أشوف الاهتمام ضعيف نسبة إلى البنية التحتية. مثلا خلينا نقول أكو أندية رياضية ما عندهم ملاعب، أكو أندية رياضية عندهم ملاعب بس ما عندهم فرق، أكو أندية عندهم فرق بس ماكو ذاك المدرب الكفو. مثلا اكو نادي يقول انا كود انه خلينا نقول انه نادي اكاد عنكاوة يقول انا عندي مدرب مسيحي، اجيب مدرب مسيحي من منطقتي اللي هو انا مثلا كمتطوع، انه انا من اجي اشتغل لمدينتي، انا اشتغل بدون راتب بدون مقابل كمتطوع لنادي المنطقه. يختلف عندما انا اجيب بولد من اربيل يجي يدرب وياخذ فلوس، يعني احنا نعتبر نفسنا كمتطوعين المنطقة. إذا ما هي الخطط أو النشاطات المستقبلية؟ إن شاء الله يخلص فيروس كورونا أو هذا الوضع إن شاء الله المتأزم، فإذا ما هي الخطط اللي وضعتها حضرتك للمستقبل؟ طبعا إذا أنت تشوفين بالفيسبوك وتراقبين الفيسبوك مالتي، أنا قبل يومين نزلت إعلان على مود دعوة ل البدء بالتدريبات الرسمية للأكاديمية. نعم. وبصفة بنفس اللي صار حضر تجوال. إن شاء الله إحنا منا يعني فت كم يوم راح نبدي نستلم لاعبين ونسجل أسماء من جديد ونبدي فرق جديدة إن شاء الله. إن شاء بعد الله. بعد الانقطاع الطويل طبعاً. إن شاء الله عن قريب. نصيحة حضرتك قبل ما نختم البرنامج بصورة عامة. نصيحة عامة لمن؟ بصورة عامة. للرياضة أو شنو يعني خالص؟ بصورة عامة أستاذ براحتك، تحب تختار الرياضة؟
لا لا انت اللي يعجبك انا. هي نصيحة بصورة عامة طبعا بالوضع الحالي. نصيحة بصورة. نعم. قبل كل شيء اتمنى السلام والامان لكل الشعب العراقي بصورة عامة والعالم بصورة خاصة والعالم بصورة عامة. انه اطلب دائما ان يكون عندهم روح التسامح، يكون لهم امل بالحياة، يكونهم لا يضجون ولا يملون، دائما يكافحون ويشتغلون حتى لو هو بوضع مو زين، يدافع عن هوايته وعن رغبته من اجل الوصول، يكون هاي النكسه الى فدافع قوي لكي ينهض ويوصل الى مبتغى ان شاء الله. شكرا، نشكر حضرتك استاذ مكسيم، كنت ضيف جدا جدا خفيف وذكرت الكثير من المعلومات الجميلة والمفيدة في مجال الرياضة حسب خبرة حضرتك. طبعا نتمنى لك الموفقية في مجال الرياضة وفي حياتك بصورة عامة، فنشكر حضرتك مرة أخرى. شكرا جزيلا لكم، أنا أشكركم على هذا اللقاء الطيب وعلى هذا الراديو الجميل جدا، بصراحة كان لقاء ممتعا معكم. أتمنى أن تتكرر هذه اللقاءات مع الشخصيات الرياضية من بلدنا أو من مجتمعنا إن شاء الله، لكي نكون تواصل مع كل إخواننا في كل المدينة. هناك برنامج آخر رياضي أستاذ مكسيم يعرض يمكن كل يوم أربعاء، فأكيد راح نحتاج من حضرتك نشاطات مستقبلية إن شاء الله بالنسبة للأكاديمية، فإن شاء الله ما راح يكون هذا آخر لقاء ويا حضرتك. إن شاء الله أنا حاضر أي وقت تريدوني، أنا مستعد لكل شيء. شكرا جزيلا أحبتي المستمعين والمشاهدين، هكذا انتهت وقفة كشيرم أثري لهذا الأسبوع، انتظرونا الأسبوع المقبل وشخصية أخرى.